حديثي أكثر حول الملتقى. ينضم إلينا من تونس مدير صحيفة السفير التونسية ظافر بالطيبي. سيد ظافر، مساء الخير. كيف تقيمون الحوارات التي تجري اليوم في العاصمة التونسية تجاه البعثة الأممية بشأن وجود إيجاد حل للأزمة الليبية؟ نعم، أهلا وسهلا بكم وجميع مشاهدي قناة التناصح. كما هو معلوم، اليوم هو اليوم الثاني من المشاورات التي تقام في تونس في ضاحية جمرة بالتحديد، فيما يتعلق بتقرير ما كيف سيكون المشهد المستقبلي السياسي في ليبيا، أو ما يسمى بخريطة الطريق السياسية المقترحة في هذا السياق. طبعا الموجود في الصورة بأن هناك مشاورات من أجل الوصول إلى تسوية عامة وشاملة من أجل تحديد المشهد السياسي الجديد في ليبيا، والمسطر طبعا من قبل الأمم المتحدة ومن يقف وراء الأمم المتحدة من القوى العظمى التي بطبيعة الحال هي تراعي مصالحها في ليبيا قبل كل شيء. بطبيعة الحال يعني، وبغض النظر عن كل ما يدور من جدل حول المشاركين في هذا الحوار وقائمة 75، ما هو ربما لافت النظر بالأساس بأن هناك مشاورات أخرى بالتوازي مع المشاورات الموجودة. هناك لقاءات جانبية مع عدد من المشاركين. كما تعرفون، منذ وصول الوفود المشاركة، السفارات الأجنبية في تونس وتحديدا السفارة الأوروبية في حالة استنفار قصوى، وهي تعقد اتصالات ولقاءات مع ممثلي هذه اللجنة، لجنة الحوار المشاركة في طبعا تحديد المشهد السياسي. وهناك حقيقة ضغوطات أو استمالة لعدد من هؤلاء من قبل القوى الكبرى، من قبل الاتحاد الأوروبي، من قبل سفارات دول أجنبية، دول كانت فاعلة في الأحداث الأخيرة في ليبيا منذ أفريل الماضي، مثلا فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، إيطاليا، ألمانيا وغيرها. يعني هناك ربما لهجة مختلفة مع المشاركين من أجل الضغط، من أجل الوصول إلى التسوية التي يتم طرحها. وهذا نلتمسه أيضا من خلال تصريحات يعني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأيضا المبعوث الأممية ستيفاني ويليامز، التي دعت في أكثر من مناسبة بأنه لابد من الجميع أن يقدموا تنازلات من أجل الوصول إلى هذه التسوية. ويبدو أن هذه التسوية والبنود المستقبلية التي سنراها تتمخض عن هذه المشاورات، لأنه الظاهر فعلا أن هناك نتيجة ستعلن قريبا على خلفية هذا الحوار، ولكن هذه النتيجة هل هي ستلبي طموحات وتطلعات الشعب الليبي، الشعب الذي قدم تضحيات من أجل صد العدوان، من أجل التخلص من الدكتاتورية، من أجل حماية ثورة فبراير؟ هذا هو السؤال، وهذا هو مربط الفرس كما يقال. بطبيعة الحال لا يمكن أن تكون هناك تسوية دون محاسبة، دون محاسبة الأطراف المتورطة في الدم الليبي منذ خاصة منذ أفريل الماضي. ولكن يبدو أن هناك ضغوطات من أجل القبول بتسوية. هناك لقاءات واتصالات جانبية مع عدد من المشاركين والضغط عليهم من أجل القبول وتمرير طبعا خريطة الطريق ربما تعدل، ولكن بما يرضي بالدرجة الأولى الأمم المتحدة والدول الكبرى التي تقف وراءها، وليس بما يرضي الشعب الليبي أو المتضررين من الحرب الأخيرة ممن وقع عليهم عدوان خليفة حفتر وميليشياته سواء. نعم سيد ظافر، أنت تتحدث عن ضغوطات على المشاركين، هل ما طبيعة هذه الضغوطات؟ هل هي ضغوطات باتجاه وضع حل مرضي للليبيين، أم هي ضغوطات باتجاه تحقيق مصالح هذه الدول أو الجهات التي تضغط؟ هو دعنا نفهم في البداية، يعني هناك اتصالات من قبل الدول الأوروبية، من قبل ممثلي سفاراتها في تونس، من أجل أولا من أجل ربط علاقات مع الوفود المشاركة في هذا المؤتمر، ربما يعني خطط مستقبلية في التعامل مع هؤلاء بوعود معينة، ربما استمالتهم، وربما أيضا هناك لهجة ضغوطات، يعني ربما حتى تهديد للبعض من أجل القبول بالتسوية المفروضة والتي ستفرض بطبيعة الحال في خريطة هذه الطريق. وطبعا نعرف بأن هذه التسوية قد تكون يعني لا، وهي بالضرورة لا يمكن أن
تلبي يعني تطلعات الشعب الليبي، لأنه قد يتجمع هذه التسوية بين الضحية والجلاد معا في 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 مشهد سياسي واحد بالتوازي مع مشاورات اللجنة العسكرية، وكيف يمكن أن نسوي بين الجلاد والضحية، خاصة وأنه قد سالت بينهما دماء كثيرة على مدى الأشهر الفارطة. يعني هذا هو مربط الفرس، وهذا هو وهذه هي العقدة الموجودة حاليا. ولكن بطبيعة الحال الدول الأوروبية والأمم المتحدة تريد الخروج بحل من هذا من هذه المشاورات، لأنه بطبيعة الحال لا تقبل بأن تمر هذه المشاورات دون نتيجة. هناك نتيجة حتمية موجودة لابد الإعلان عليها، ولكن هذه النتيجة لا يبدو أنها سترضي كل الليبيين، وخاصة الليبيين الذين تعرضوا إلى سفك دمائهم وقصفهم وقتلهم وتشريدهم من منازلهم. بطبيعة الحال هذه التسوية سوف ترضي فقط الدول الأوروبية، الدول الكبرى الاستعمارية، الأمم المتحدة، وسترضي الفاعلين فيها، والذي يقع إغراؤهم الآن بعديد من ربما الوعود والمناصب أو الضغط على أطراف أخرى. بمعنى أن هذه التسوية في النهاية لا يمكن أن تكون تسوية تتماهى مع الانتصارات الأخيرة لقوات بركان الغضب والغرب الليبي في صده لعدوان الميليشياوي الانقلابي خليفة حفتر وجماعته. وأي تسوية يمكن أن تكون فيها إما خليفة حفتر وجماعته، يعني أي تسوية يمكن أن يكون فيها المتورطين في الدم الليبي، لا يمكن أن يقبل بها الشعب الليبي. ولكن يبدو أن الضغوطات ستكون في هذا الاتجاه، وهو ما سيطرح نقاط استفهام عديدة فيما إن أمكن في المستقبل تطبيق هذه خريطة الطريق. ولكن ألفت النظر أن هناك ربط علاقات مع سفارات أجنبية، مع الوفود المشاركة لغايات أخرى، لغايات قد تبدو شرعية أو قد تبدو أيضا غير شرعية، قد تكون سياسية وأيضا قد تكون غير سياسية على المدى المتوسط على الأقل، إن لم نقل على المدى القريب. إذا أنت تتوقع أن لا تكون هناك مخرجات مرضية، ستكون هناك مخرجات ولكنها ليست مرضية للشعب الليبي، لن تتضمن العدل بحق بشأن الجرائم المرتكبة في حق الليبيين. سؤال أخير سيد ظافر، هل تتوقع أن تؤثر هذه المحادثات على العلاقة بين الحكومة الليبية والتونسية مستقبلا؟ لا يمكن أن تكون هذه مؤثرة. نحن نعرف أن الدبلوماسية التونسية تعاني من العديد من المشاكل منذ فترة طويلة، أيضا نتيجة ضغوطات أجنبية أيضا، ونقولها يعني بصراحة ضغوطات فرنسية. ولكن بما أنه يعني تنظيم هذا المؤتمر وتقريبا كل مخرجاته لم تساهم فيها الحكومة التونسية ولا الدبلوماسية التونسية ممثلة في رئيس الجمهورية قيس سعيد. تونس دورها هنا يقتصر فقط وللأسف الشديد عن احتضان هذا الحوار الليبي، بمعنى أنه دور تقني بالأساس. للأسف تونس فاتها القطار منذ مدة، منذ أشهر عديدة، لكي تكون فاعلة في حلحلة الأزمة الليبية أو الحرب الليبية. وبالتالي لا أعتقد أنه ستكون أي مخرجات ستكون مؤثرة على العلاقة بين الطرفين، خاصة أن هذه العلاقة ربما كانت متحركة على مدى الأشهر الفارطة. وأقول أيضا وأؤكد نتيجة أولا الوضع السياسي في تونس أيضا المتحرك والذي يشهد أزمات بدوره، وأيضا نتيجة الضغوطات الخارجية على الدبلوماسية التونسية في هذا السياق للتخندق في خندق طبعا القوى الاستعمارية الأخرى التي سندت خليفة حفتر. ولكن تونس تبقى دائما تحاول أن يكون موقفها حيادي في هذا الإطار، أو أنه يؤكد على أن الحل لابد أن يكون ليبيا ويرضي جميع الأطراف طبعا، ودحض كامل لمحاولات تقسيم ليبيا وفق يعني هذا الانقسام السياسي بين مختلف الفرقاء. وبالتالي لن يكون هناك تأثيرات واضحة، باعتبار أن تونس ليس لها دور فاعل وأساسي في هذه في مخرجات هذا اللقاء المزمع، يعني الإعلان عنه بعد انتهاء المشاورات على الأقل في مقام أول، يعني بدرجة أولية.